أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة فيديوهات أرخص 10 سيارات في مصر، فيديو النهاردة مهم جدا لكل واحد عاوز يشتري عربية وبيدور على أرخص سعر وأحسن مواصفات وإمكانيات، ولما يفكر يبيع ما يخسرش كتير. الفيديو علشان طويل ومدته أكتر من ساعة، لأني بشرح مواصفات وإمكانيات ومميزات وعيوب كل نوع، اضطريت أن أقسمه إلى أجزاء، وفي آخر فيديو نصائح مهمة جدا. نهاية شرح كل سيارة هتلاقيني بقول تقييمي، وده يا حضرات رأي شخصي متواضع مبني على خبرتي بإمكانيات وأسعار السيارات المستعملة والجديدة. لو حسيت إنك استفدت من الفيديو ما تنساش تدوس لايك وشير وتشترك في القناة علشان يجيلك كل الجديد في عالم السيارات. نبدأ على بركة الله. كشفت عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية خلال شهر يوليو الماضي عن تعديلات بالقوائم السعرية لبعض السيارات الزيرو موديل 2019 المتاحة في السوق المصري. وبالرغم من موجة التخفيضات المستمرة اللي بيشهدها السوق المصري المحلي منذ مطلع يناير الماضي، إلا أن هناك بعض السيارات لا تزال بتحتفظ بلقب الأرخص في مصر. تنتمي السيارات الأرخص سعرا لعلامات تجارية يابانية وروسية وأمريكية وصينية، وبتبدأ أسعارها من 133 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه. أول وأرخص سيارة معنا السيارة سوزوكي ألتو. تأتي سوزوكي ألتو اليابانية بمحرك مكون من 3 اسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصان ونقل حركة يدوي من 5 سرعات، وبتستهلك في المتوسط 3 لتر لكل 100 كيلو متر نظريا طبعا، إنما عمليا من روايات المستخدمين اللتر الواحد بيعمل من 15 إلى 20 كيلو متر، يعني 3 لتر هيمشوك من 50 إلى 60 كيلو متر. وتفتقر ألتو لأدنى وسائل الأمان ومساعدة السائق، وتأتي دون وسائد هوائية وغير مجهزة بأي نظام لمساعدة الفرامل. تأتي سوزوكي ألتو اليابانية طراز 2019 بفئة واحدة من التجهيزات ستاندرد بسعر رسمي يبلغ 133,900 جنيه. بالنسبة للمواصفات علبة الحلاوة اللي هنتكلم عليها، تعد سوزوكي ألتو من السيارات الصغيرة للغاية من كل النواحي، سواء من ناحية الإمكانيات أو من ناحية الحجم. وتميزت الشركة اليابانية سوزوكي في إصدار العديد من تلك السيارات، حيث سبق لها إصدار سيارة ماروتي اللي بتشبهها إلى حد كبير، والآن أصدرت ألتو التي تتناسب مع الكثير من الفئات المختلفة في الحالة الاجتماعية والمالية في كل الأسواق. بها أماكن مخصصة للتخزين في الأبواب الأمامية فقط، ومساحة الشنطة الخلفية صغيرة جدا، بالإضافة إلى إمكانية طي المقاعد الخلفية للسيارة يدويا. بتحتوي السيارة على خزان وقود يسع لتخزين 35 لتر، وهو يتناسب مع معدل استهلاك السيارة للوقود. بتمتلك السيارة محرك لا تتخطى قوته 47 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، وهو معدل لفات يتناسب مع قدرة المحرك وسعته التي لا تتعدى 796 سي سي بعدد 5 نقلات يدوية للحركة. بالنسبة لمميزات السيارة، أنا شايف أن الميزة الوحيدة أنها فيها موتور وبتمشي وموفرة في استهلاك البنزين، يعني 3 لتر لما يعملوا 60 كيلو متر، دي حاجة جميلة جدا. بالنسبة للعيوب، أقصى سرعة تستطيع أن تبلغها السيارة هي 130 كيلو متر في الساعة، وده طبعا نظريا، إنما عمليا بقدرة المحرك الضعيفة دي عمرك ما هتقفل العداد وأخرك 100 كيلو متر حتى لو دست على دواسة البنزين لحد ما رجلك تطلع من الفانوس. السيارة تفتقر لأدنى مستويات الاتزان على السرعات بعد 80 كيلو. لا تحتوي السيارة على أي وسائد هوائية مخصصة لا للجزء الأمامي وقائد المركبة، ولا حتى للجزء الخلفي أو باقي ركاب المركبة. وتفتقر أيضا إلى إمكانية التحكم في الكراسي الأمامية كهربيا أو طيها أوتوماتيكيا، والزجاج في السيارة بيتم رفعه يدويا. السيارة غير مزودة بخاصية التوزيع الإلكتروني الفرامل EBD أو فرامل ABS، ولا تحتوي على خاصية التنبيه الصوتي ضد السرقة. السيارة بها جنوط صغيرة غير رياضية مقاسها 13 إنش، ودي طبعا بتخليك تحس بأي نقرة صغيرة أو حصوة تيجي تحت الكاوتش، نفس اللي كان بيحصل مع الماروتي. وطبعا في شوارعنا اللي مليانة نقر هتحس انك قاعد جوه غسالة، ولو في الارض فتحات او نقر جامدة او اخدت مطب جامد، اللي قاعد ورا هيزعل قوي واحتمال يقطع علاقته بيك. المرايات الجانبية للسيارة بيتم التحكم فيها وطيها بشكل يدوي غير آلي، ولا تحتوي على اشارات جانبية كهربية. خامات التابلو والابواب زي بعض وتحس انها بلاستيك رخيص. الساق ضعيف جدا وكل كوم، والاكسدام الفايبر ده كوم تاني، تحس انها اكسدامات معمولة في مصنع بلاستيك تحت السلم. صوت المحرك بيزيد مع زيادة سرعتك، وده لان المحرك 800 سي سي.
لو راكب 4 في العربية السحب بيقل جدا، والعربية بتحك في جميع المطبات الحكومية والخاصة. قطع الغيار قليلة شوية وإلى حد ما سعرها غالي على اعتبار أنها سوزوكي وياباني وكده يعني. مفيش في العربية عداد RPM. المستخدمين اشتكوا من وجود عضة خفيفة في الفتيس، طبعا الموديل لسه جديد ولسه ما ظهرتش المشاكل. بالنسبة لرأيي الشخصي في السيارة سوزوكي ألتو موديل 2019، أنا شايف أنك توفر فلوسك وما تشتريش حاجة بالمنظر ده وبسعر 133,000 جنيه، لأني ما دفعش فيها أكتر من 50,000 جنيه ولو كانت موديل 3030. تاني أرخص سيارة لادا جرانتا، وبتتوفر سيارة لادا جرانتا بفئة واحدة من التجهيزات، وبتعمل بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 88 حصان، وبسرعة قصوى 172 كيلومتر في الساعة، ونائل الحركة بتاعها يدوي من 5 سرعات. يبلغ السعر الرسمي لسيارة لادا جرانتا موديل 2019 147,000 جنيه، وهي بتحتل المركز الثاني بقائمة أرخص السيارات في مصر. تأتي سيارة جرانتا بجنط مقاس 14 بوصة، وهي مزودة بإشارات على المرايات الجانبية للسيارة. بداخل السيارة لادا جرانتا أماكن للتخزين في الأبواب الأمامية. مفتاح السيارة مزود بشريحة مانعة للسرقة أو ما يسمى بخاصية الإيموبلايزر. تكييف السيارة لجميع الفئات ممتاز ويعمل بكفاءة وقوة، وهو من أكثر مميزات هذه السيارة. ارتفاع السيارة يميزها عن مسيرتها في السوق المصري، فهي بتتميز بارتفاع عالي مناسب للطرق المصرية والمطبات. ثابتة على الطريق وفي مواجهة تحديات الطرق الغير ممهدة، فهي بتصلح للخدمة الشاقة. هيكل السيارة الخارجي الصاج بيتميز في الفئة الروسي عن الفئة المصري بالقوة والمتانة والصلابة، وهذه الميزة موجودة منذ القدم في السيارة لادا الروسية بجميع فئاتها. بالنسبة للروسي طبعا موديلاتها حتى 2017، ومن بعد 2017 للأسف بتتجمع في مصر بخامات رخيصة وتأفيل سيء. شنطة السيارة الخلفية تعتبر الأوسع على الإطلاق مقارنة مع حجم السيارة، فهي تعد أكبر من شنطة المرسيدس الزلموكا، حيث تبلغ سعة الشنطة الخلفية 480 لتر. يمكن طي ظهر الكنبة الخلفية لتوسيع مساحة الشنطة. مرايات السيارة الجانبية كبيرة الحجم، وهو ما يساعد في وضوح الرؤية. شنطة السيارة يمكن فتحها كهربيا بواسطة زر أسفل التابلو. استهلاك السيارة للبنزين معتدل. بالنسبة لعيوب سيارة لادا جرانتا 2019 المصري المانيوال، لأن مفيش روسي زي ما قلنا من بعد 2017، ضيق مساحة الصالون وخاصة بالنسبة لمن يجلس على الكنبة الخلفية، وده لأنهم وسعوا الشنطة على حساب الصالون. حرارة السيارة بتعدي 100، لكن بتنخفض عند تشغيل التكييف علشان المروحة التانية بتاعة التكييف بتساعد. إطارات السيارة متوسطة الكفاءة وليست من النوع الجيد. يوجد عيب ملحوظ في دبرياج السيارة، وهو صوت تكة عند تحميل الدبرياج. كراسي السيارة غير مريحة. إضاءة لمبة الصالون ضعيفة جدا ومن النوع الخافت. شنطة السيارة الخلفية عالية، مما يزعج قائد السيارة جدا، وخاصة حديث القيادة عند محاولة الرجوع للخلف، فمعدل الرؤية بيكون ضعيف نسبيا. يأتي كوريك رفع السيارة ومفتاح تبديل العجل من نوع ضعيف وصغير الحجم. مفتاح السيارة لا يكاد يرقى لمفاتيح السيارات الصيني على سبيل السخرية من حيث الشكل. فتح زجاج السيارة الخلفي يدويا، ودي حاجة مزعجة جدا. عدم توافر قطع الغيار، ويعتبر هذا العيب من أبرز نقاط الضعف في السيارة اللي اشتكى منها كتير من المالكين. شكوى عامة ممن يجلس في وسط الكنبة الخلفية بأن نفق الفتيس بيتسبب لهم بعدم الراحة أثناء الجلوس. الخامات المستخدمة في تأفير السيارة غير جيدة، وتعد من العيوب الخطيرة. رأيي الشخصي ان لادا جرانتا الروسي كويسة، بس طبعا مفيش روسي، واللي موجود هي المصري، علشان كده لا انصح بشرائها. وفي نظري السعر العادل المناسب لإمكانيات اللادا جرانتا المصري المانيوال هو 100,000 جنيه. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.